أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أقول أقسم بآيات الله؟ نعم، آيات الله المراد الآيات المتلوة، إذا كان المراد الآيات المتلوة آيات القرآن فلا بأس بذلك، لأنها من كلام الله، كلام الله من صفاته سبحانه وتعالى. وأما إذا كان المراد بآيات الله الآيات الكونية، السماوات والأرض والجبال والمخلوقات، فلا يجوز القسم بها. نعم.